مساكم الله بالخير مشاهدينا في كل مكان، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج يلا كلينيك، البرنامج الذي يهتم بكل تفاصيل السيدة والمرأة الجميلة. وطبعا الجمال لم يختصر على المرأة فقط، وأصبح للمرأة والرجل أيضا. واليوم معنا الدكتور الاستشاري دكتور وائل دغستاني. حياك الله دكتور. حياك الله استاذ. يا هلا منور دكتور. كيف صحتك؟ الله يسلمك بارك. الله يسلمك يعافيك دكتور. اليوم تحديدا طبعا ما شاء الله انت دكتور استشاري جراحات التجميل والترميم، واستاذ مساعد كلية الطب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. صحيح دكتور. طبعا بما انه التجميل بحر كبير، لو نبي نتكلم عن يعني يمكن 30 حلقة ما راح يخلص، فبالتالي اليوم راح نخصص جراحات التجميل الترميمية. طيب دكتور، يعني أول شيء ما هي جراحة الترميم تحديدا؟ خليني أشرح لك. إحنا لما ندرس مثلا جراحة التجميل، أوكي، هي يسموها plastic and reconstructive surgery أو جراحة التجميل والترميم. yes. التجميل اللي هو مثلا الفيلر والبوتوكس وشد البطن والأشياء هذه كلها، هذه جزء واحد من خمسة أو ستة أشياء ندرسها. أوكي. الفرع الأول اللي هو جراحة التجميل أو الترميم عند الأطفال. بعدين في الفرع الثاني اللي هو جراحة التجميل الكرينيو فيشل اللي هي الوجه وعظمة الدماغ. بعدين في جراحة الحروق. أوكي. بعدين في الجراحة الميكروسكوبية المجهرية، وبعدين في جراحة اليد. بعدين آخر شيء ندرس اللي هو جراحة التجميل اللي هي اللي تهتم في الجمال. الأجزاء الأولى هذه كلها معظمها تهتم، الغرض الأساسي فيها هو الحفاظ على الوظيفة. مثلا لا سمح الله يتولد طفل مثلا عنده شفة أرنبية ولا تشوهات الخلقية. بس التشوهات الخلقية عند الأطفال تختلف، في شيء في اليد، في شيء يعني من ناحية نحن لأنه في تشوهات في أي جزء في الجسم. صحيح. في الجسم. بس في شيء مهتم، يعني في تخصص في جراحة التجميل هو تجميل يد أطفال. يعني إلى هنا وصل التخصص الدقيق. في ناس لا، تشوهات الخلقية عند الأطفال مثلا في الوجه والرأس. في أطفال زي ما قلت تفضلتي اللي عندهم الشفة الأرنبية ولا فتحة سقف الحلق. في ناس يجي مكان العين مثلا مختلف، عين أعلى من الثانية ولا الأنف مثلا مختلف برضو. في أطفال يتولدوا من غير إذن. في مشاكل في نفس شكل الجمجمة، في تجي أحيانا جمجمة طويلة، أحيانا تجي مرتفعة. يعني على جميع هذه تعتبر تشوهات خلقية يولد فيها الطفل من سن الولادة. بالضبط. طيب دكتور، شنو الوقت المناسب للتدخل الجراحي؟ كل واحدة لها حالتها. مثلا الشفة الأرنبية ممكن تتسوى على 3 شهور. في عمليات زي مثلا اللي يسموها سباينا بيفيد، اللي في أطفال يتولدوا عندهم في ظهرهم في زي فتحة ويطلع منها الحبل الشوكي ولا الغشاء حقه. هذه العملية تتسوى والطفل عمره يوم ولا يومين. على طول أثناء بعد الولادة. على طول، لأنك ما تقدر تخلي الأجزاء هذه مكشوفة. ومعظم العمليات ما تتسوى مرة واحدة، يعني تحتاج مثلا المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، أحيانا توصل الرابعة والخامسة حسب المشكلة. فما في عمر محدد. العلم والطب تطور انه ممكن تسوي العمليه الحين حتى والبيبي مثلا في بطن امه. فلما يتولد البيبي في بعض الاطفال يحتاج تسوي لهم عمليه يعني على طول في نفس وقت الولاده. أي. او اول يوم او ثاني يوم. تمام. فما في وقت محدد الا طبعا حاله، يعني كل حاله على حسب متى يبتدي التدخل. هل هو مخيف انه الواحد يسوي عمليه لطفل تو مولود في يعني في المستشفيات المتخصصه المتطوره؟ أيوة. والحمد لله موجوده عندنا هنا في السعوديه ولا كان في الخليج، موجوده عندنا المستشفيات هذه. واذا يعني الجراح لا سمح الله اضطر يسوي واحده من دي العمليات، فيعني ان شاء الله الوضع يكون مطمئن. طيب هذه العمليات هل يتم اكتشافها اثناء فتره الحمل؟ يعني هل في حالات يتم اكتشافها اثناء فتره الحمل وممكن يكون في تدخل جراحي بهذه الاثناء ولا بعد الولاده؟ في كثير يتم يعني اكتشافها خلال فتره الحمل. والدكتور ولا دكتور النساء والولاده يبدا يهيئ نفسيا العائله. أيوة. انه مثلا حيكون في مشكله زي كده وهذه حلولها، والعائله تبدا تقرا وتبحث عن الحلول من قبل هذا. أيوة.
واحيانا يتم تحويل الاب والام الى الجراح المختص في التخصص هذا من قبل الولاده عشان يبدا يشرح لهم الاشياء اللي ممكن يسويها اللي ممكن يواجهها، وهل هي لانه في اشياء خطيره وفي اشياء مو خطيره طبعا. طيب هل يعني ما في خطوره على الطفل في هذه الاثناء يكون الطفل حديث الولاده مثلا عمره يوم او عده ساعات ويتم التدخل الجراحي؟ مو هو شوفي ما يصير تدخل جراحي سريع في اول ايام الا اللي يحتاجه الطفل، مثلا زي الشفة الأرنبية ما نحتاج، يعني هي فيها شوية فيها شوية ضغط نفسي على الأم ولا الأهل من ناحية مثلا شكل الطفل، لكن من ناحية الرضاع والهذا في لها طرق. يفضل يعني الجراحين احنا نفضل انه يكون وصل الطفل حوالي تقريبا عمر 3 شهور بعدين يصير حتى دقة العملية تصير افضل. طيب بالنسبة للشفة الأرنبية بعد اجراء هذه العملية التدخل الجراحي بعد 3 شهور مثلا، هل خلاص يتعافى الطفل ويكون يعني شكليا سليم تماما حال اي طفل ثاني؟ يعني اذا تبي تبسطيها اذا تبي تبسطيها بالطريقه هذه ايوه طبعا. بس دائما الشفه الارنبيه يصاحبها تشوه مثلا في الانف. الترند الان انه يسوي عمليه الانف الاولى وعمليه الشفه في نفس الوقت. تمام. اوكي أيوه. لكن على سن 9 شهور تقريبا الى سنه تبدا مشكله الاسنان تبدا تتحل، واذا كان في مشكله في سقف الحلق كمان تنحل. مثلا الشفه الارنبيه مو هو بس الجراح التجميلي اللي هو المفروض يكون في الفريق، فريق كامل في عده تخصصات ويبداوا يشرحوا للام انه مثلا الطفل حيبدا يسوي عمليات من سن 3 شهور الى سن مثلا 9 سنين. تمام. اوكي يبداوا يسوي العمليات عشان نوصل لشكل يعني جميل ووظيفه برضيه طبعا. طيب جزئية الأذن، يعني بعض الأطفال يولد بأذن واحدة فقط. صحيح. أو تكون الأذن مرتفعة، طبعا الأذن إذا كانت مرتفعة واحدة عن الثانية أتوقع أنها عملية بسيطة صحيح؟ يعني طيب في حالة أنه ما في أذن، هل في إيش الجزئية اللي تستخدم في بالنسبة لينا إحنا الأذن ممكن تكون ما في بسبب يعني بعدة أسباب، أنه واحد يتولد بدون أذن أو أذن صغيرة يسموها مايكروشيا تكون الأذن صغيرة مرة، هذه في لها طرق تتسوى بها فالشكل الجمالي يكون سيء طبعا. هي الوظيفة موجودة صحيح؟ يعني إذا ما عنده أذن هل الوظيفة موجودة؟ لازم اختبارات سمع نشوف إيش الجزء بالضبط اللي في الأذن اللي مو موجود، هل بس هي الأذن الخارجية؟ لو الأذن الخارجية بس اللي مو موجودة في لها طرق، عادة ناخذ غضاريف من القفص الصدري. تمام. ونشكل بها الأذن، وبرضه طبعا تتسوى على عدة مراحل العملية هذه. في ناس يفقدوا الأذن لا سمح الله بحادث. اوكي فتسمع مثلا جابوا الأذن ودفنوها في مثلا في بطن المريض يحطوها بعدين يبدا، عشان اهم شيء تبي تحافظي على الفريم ورك والكارتلج والغضروف اللي جوا. بعدين نبدا عدة مراحل عشان نحاول نوصل للإذن المشابهة. الإذن مهمة طبعا غير السمع، بس في أشياء شكلية مهمة، فلما نسوي الإذن نحاول نخليها تشبه مثلا اللي في الجهة الثانية. أيوة. نفس المقاس. الإذن مفيدة في لبس النظارة، الناس اللي يلبسوا نظارات يعرفوا الشيء هذا كثير. فللأطفال كمان الضغط النفسي إذا طفل ما عنده إذن ولا شيء زي كذا، فنحاول نكون خلصنا موضوع اللي هو ترميم الإذن قبل سن بداية المدرسة عشان الضغط النفسي اللي يصير في المدرسة. طيب وبالنسبة للأعضاء الأخرى يعني زي الإيد، يعني هل هي زراعة يد أو ممكن يكون الطفل فقد يده في حادث أو شخص بالغ أو أنه ولد؟ الحوادث طبعا تصير عند كل أحد. العمال المهنيين أكثر شيء اللي يشتغلوا في البناء ولا في تقطيع الخشب وزي كده دائما يتعرضون هذه، هم اللي ممكن مثلا لا سمح الله يفقدوا يدهم ولا أصابعهم أو عدة أصابع. شوفي القانون الطبي إذا أصبع واحد وظيفيا أفضل أنه ما نرجعه، لأن وظيفته ما تكون نفس وظيفة اليد بدون الأصبع الواحد، أفضل من وظيفتها بأصبع واحد تم إعادة زرعه. إعادة ترميم. أوكي. أيوة. طبعا بخلاف إذا كان الشيء هذا عند طفل، لأنه الريكفري ولا الهيلينج إيش يسموها، العودة للوظيفة عند الأطفال أحسن. أيوة. من الكبار. أيوة. الخلاف طبعا بالنسبة للإبهام، الإبهام يشكل ما فوق 40 إلى 50% من وظيفة اليد، فالإبهام له أولوية دائما أنه يترجع. مثلا لا سمح الله واحد فقد أصبعين منهم الإبهام، وواحد منهم مثلا الإبهام خربان، قلت صارت حالات مثلا اكلوا الكلب ولا تحصل، يعني لا تضحك لكنها تحصل. ويبقى الاصبع الثاني، نزرعه مكان الابهام عشان الوظيفه حقت اليد ترجع بنسبه كبيره زي اول. لكن اذا اكثر من اصبع
يفضل انه يترجع عشان الوظيفه. طيب والابهام اذا تم استرجاعه، يعني انت قلت في حاله انه طفل صغير ممكن مع الوقت انه خلاص ياخذ نفس الوظيفه، يعني يبتدي يشتغل كعصاب وكذي. طيب بالنسبه للكبار كم ياخذ وقت ويبتدي يتعافى ويستخدم هذه اليد؟ شوف، هي العمليه طبعا عمليه دقيقه يسموها جراحه مجهريه. طيب لازم نرجع الاعصاب والعظام والأوردة والشرايين والأوتار اللي تحرك الأصبع، فحسب هو إيش كان باقي إحنا نحاول نتصرف. قد تكون العملية الأولى بس عشان يرجع مكانه وعشان ترجعي له الدورة الدموية. بعد كده طبعا نحاول نخلص الأشياء كلها في عملية واحدة، لكن بعد كده إذا طول، إذا مثلا احتجنا أشياء تانية، إعادة الأعصاب مثلا أو الأوتار إذا كانت راحة، نقدر ناخذ بعدين وتر قليل استخدامه في اليد ونقدر نحطه في مكان العادة. ففيها تفاصيل كثيرة. الفكرة الأساسية أنه لا سمح الله أحد صار المشكلة هذه، لا يستسلم دائما. يعني الحمد لله بفضل الله ثم بفضل يعني العلم اللي موجود، صرنا نقدر ناخذ مثلا أصبع من الرجل ونحطه في اليد عشان لتعويض الأصابع، لأنه الرجل ما حد يعني في معظم الأحيان ما حد شايفها، وبدل ما ناخذ من نفس اليدين نقدر ناخذ من الرجل. ففي حلول كثير، في حلول وقتية في نفس الوقت نقدر نسويها، أو في مثلا ما حالف الحظ وقت ما كان صار له الحادث إنه تسوى له عملية، ممكن يراجع جراحين التجميل في حلول يعني بعيدة الأمد وتتسوى. معظم العمليات هذه ما تكون عملية واحدة، يبغى لها عدة مراحل. طيب دكتور، ناخذ فاصل مشاهدينا الكرام، ناخذ فاصل ونعود لكم مرة ثانية. وعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وعودة دكتور وائل. دكتور، تكلمنا عن ترميم اليد والأذن وبعض التشوهات ممكن تكون خلقية أو نتيجة حادث. بالنسبة لعمليات ترميم الثدي، وأنا أعتبرها من أهم العمليات اللي ممكن تعدل من الحالة النفسية للسيدة في حالة فقدانها الثدي، سواء تعرضت لمرض السرطان، يعني دائما يتم استئصال هذا الثدي. والله أول شيء أنا أشكرك. شوفي، عندنا هنا في السعودية نوع ما النساء متخوفين من عمليات الترميم. صحيح. طيب تقول لك الحمد لله بقوة. يعني الحمد لله خلاص شالوا المرض البطال مني، وأخذت الكيماوي وأنا دحين كويس وزي كذا، لكن دائما دائما هذا الشيء مأثر على نفسيتها، وإن كان معظم النساء يحاولوا يخفوا الشيء هذا. أنوثة المرأة جزء كبير منها في المنطقة هذه، وفي كثير عندهم إحراج أنهم يطلبوا الشيء هذا. فإحنا واجبنا أول شيء أنه نوعي المجتمع، وهذه من البرامج اللي إن شاء الله بتفيد، أنه العملية ما فيها ما تزيد خطورة ولا مشاكل نفس الورم اللي كان موجود. ثاني شيء، في اختيارات كثير منها سهلة ومنها صعبة. في لكن الشيء الأكيد إحنا نقدر نساعد في الموضوع هذا. فإحنا يعني بنحاول نسوي وعي في المجتمع إنه تعالوا، إذا مضايقك شيء تعالي تكلمي، إحنا عندنا حلول كثيرة. في حلول يمكن ما يحتاج لها عمليات كبيرة، وفي حلول يبغى لها عمليات كبيرة، لكن دائما الحلول موجودة. طبعا بعض المفاهيم الخاطئة لدى النساء أو للمجتمع بشكل عام، إنه دائما عملية زرع الثدي سواء حتى لو هي ما عندها أي مشكلة، مجرد تكبير لهذا الثدي إنه يسبب لها مرض السرطان. ما مدى الارتباط بين من الأشياء مرض السرطان؟ أصلاً نقول لها أصلا حنحط لك مثلا صدر صناعي عبارة عن سل، ولا ثدي صناعي عبارة عن سيليكون، تقول لك حتحط لي سيليكون وانا توي طالعه من مرض خبيث وشايلته وتحت السيليكون، حيجيب لي. ان في ارتباط ما بين السيليكون وما بين الدراسات بنسبه عاليه جدا 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 انه السيليكون ما يسبب انواع السرطانات. صحيح. اوكي. ثاني شيء، معظم اللي يحتاجه هذه يكون اصلا الغدد السرطانيه والانسجه حقتها تم ازالتها. فباذن الله انها عمليه يعني امنه. وترجع كثير للمراه ثقتها في نفسها. فعلا معظم اللي يفقدون يعني يتعرضون لمرض سرطان الثدي، وصح كلامك، يعني انا اعرف ناس ابدا مو مقتنعه انه هي تزرع الثدي مره اخرى. المشكله اخت هدى انه في عمليه تاخذ نص ساعه وهي خلاص قدها خلصت المشكله عندها.
المشكله في الثدي اللي بتصير انه يعني احيانا يكون الورم في جهه واحده بس في أي فيكون في عندها ثدي موجود حتى في ملابسها بتضايقها المشكله هذه. صحيح. اوكي، عاده ممكن نحن نلجا من يعني للثدي الاخر اللي ما جاله المرض. نقدر نصغر حجمه بحيث انه يتناسب مع حجم الثدي الاخر. نقدر نحط امبلانت ولا اللي هو حشوه سيليكونيه نقدر نحطها، والعمليه هذه تستغرق يمكن نص ساعه بس. ويصير عندها على الاقل حجم تقدر تلبس عليه ملابسها ويرجع لها انوثتها ثقتها بنفسها. في عمليات لا تقدر تستفيدي على قولهم اثنين في واحد، شد بطن مع ترميم الثدي. احنا ناخذ الوصله لاسفل البطن. اوكي، وغالبا في السعوديه تكون هذه مليانه كذا شويه، فنقدر ناخذها هذه ونزرعها في يتم إزالة جزء من أسفل البطن نفس عملية شد البطن تقريبا، بس بدل ما ترمي هذه الجزئية تزرعها نزرع بها هذا. أيوة. وبعدين نقدر يعني نشكلها بطريقة أنها تحاول تشبه الثدي اللي في الجهة الأخرى. طبعا الحين قلت لك هي بطريقة مبسطة جدا. زراعة المنطقة هذه يعني وشيلة المنطقة هذه اللي من أسفل البطن ووضعها في مكان الثدي في لها عدة طرق. في منها تتسوى بجراحة مجهرية، في بدون جراحة مجهرية. ممكن إذا المريضة ما عندها المنطقة هذه فيها جلد زايد ممكن ناخذ من الظهر. في عدة طرق يعني في أقدر 10 خيارات أقدر أديها للمريضة. كل واحدة في ناس رياضيين فما يبغوا يخسروا مثلا العضله حقت البطن. أيوة. البطن. أيوة. نقدر نسويها بطريقه اللي يسموها دياب فلاب. نقدر ناخذ الاوعيه بالهذا وندخل بالكتله اللي هي اللي فيها الجلد والدهون. ونخلي العضله في مكانها بحيث انه يعني ما تتاثر. في طرق الخارجيه فقط. أيوة. الحقيقه. أيوة. في طرق مره كثير. أيوة. وفي منها شيء قلت لك ياخذ نص ساعه، في شيء ياخذ 6 ساعات. اوكي، الخيارات مليانه، وبس نبغى الناس يبداوا يتفتحوا ذهنيا انهم تقبل انه هذا الشيء ما يرجع لا سمح الله المرض المكويس. ولا انه ياجل اكتشافه لو انه حيرجع مره ثانيه. تمام. ايوه، هو مجرد مساعده للمريض يعني تخطي هذه المرحله حتى نفسيا، انه تكون بالذات النساء يعني. في سيدات والاشهر واحده الحين اللي هي الممثل انجلينا جولي. أيه. ما جاها المرض بس انه الجين موجود عندها، فيعني بنسبه عاليه جدا جدا جدا. أيه. فهي ازاله حيجيها. أيه. فيقدروا يشيلوا الثديين قبل ما يجي هذا ويحطوا ويسووا الترميم، وتصير كانها ما سوت ولا شيء، يعني كانه ما. أيوة. اختلف عليها ولا شيء. وتشوفيها في الافلام بتمثل وما عندها اي مشكله. شالوا لها الاجهزه او شالوا لها الانسجه حقت الثدي. أيوة. اوكي، خلوا لها الجلد اللي من برا اللي هذا ما حيجي له المرض. ويعبوا له ويحشوا له هو بالسيليكون. هل السيليكون امن؟ هل في منه انواع مختلفه؟ يعني في يعني مواد امنه ومواد غير امنه؟ السيليكون كله آمن. اوكي، في كان زمان في مواد ثانيه يسووا منها الامبلانتس ولا الحشوات. ما صارت تستخدم الان. اي نوع من انواع السيليكون يجي هنا السعوديه لازم قبل ما يستخدم على المرضى يتسوى له دراسات. ويكون غالبا اصلا تم فسحه في امريكا واوروبا. ورغم كذا حتى لو تم فسحه في امريكا واوروبا، هنا في السعوديه هيئه الغذاء والدواء حريصه جدا انها هي تسوي دراساتها الخاصه وما تسمح به الا وتكون متاكده به. وممكن ما سوت دراساتها الخاصه بس تاكدت انه تم السماح له بعد دراسات هم واثقين من جودتها. صحيح. طيب، هل في طرق اخرى غير زراعه السيليكون في ثدي المراه؟ هل في حقن ذاتي للدهون او هي اي طرق اخرى يعني تساعد انه في حاله ان النساء يعني مو حابه انها تزرع سيليكون او تحط شيء، يعني مخاوف، بعض المخاوف. شوفي، هل في طرق اخرى يعني ممكن تساعد؟ ممكن حقن الدهون. حقن الدهون انا افضله في الحالات اللي هي تم ازاله الثدي، لانه الدهون بعد ما تحقن تسوي زي نقط بيضاء لو نسوي الأشعة الصوتية. إذا عندك طبيب أشعة أو كويس حيعرف إنه هذه من الدهون المحقونة. أيه. المحقونة. إذا طبيب الأشعة يعني خبرته ضعيفة في المجال هذا، يمكن يكون يعني كويس في شيء ثاني بس في هذه خبرته ضعيفة، حيشك في النقط البيضاء هذه إنها تكون مثلا مرض. كل واحدة لها طريقة تظهر بها نفسها. فإذا الباترن
معروف حق الحقن حقن الدهون، فوقتها ما في مشكلة. أنا من الناس اللي ما يعني هو مو خطر ولا في منه خطورة، بس ما أؤيد حقن الدهون في الثدي لوحدة ما قد صار لها أي مشكلة، حتى لا تشكل التباس في يوم من الأيام لما نسوي التصوير الماموغرام. لا تشكل التباس للطبيب الأشعة اللي بيقرأ إنه مثلاً إنه هذه احتمال إنه يكون من الدهون اللي حطتها أو إنه في مرض. فالواحد يبعد عن هذه، لأنه خصوصاً السيليكون كان نتيجة أفضل نتيجة وأجمل نتيجة. حقن الدهون ما زال آمن، بس قلت لك مشكلة اللخبطة اللي تصير مع طبيب الأشعة. وفي تقدر تحقني نفس المواد اللي نحقنها للخدود والشفايف، في مواد تنحقن مخصصة للثدي وآمن وما منها خطورة. اللي ما حب الحقن اللي يكون حقن أشياء دائمة، كل الحقن المسموح فيه والمؤقت هذا ما عنده خلاف. الأشياء الدائمة هو إن كان في بعض منها مصرح لكن مشاكله كثيرة، وأنا ما أفضل إنه الواحد يحقن. يعني في خيارات أخرى غير زراعة السيليكون في الثدي، ممكن تلجأ السيدة إلى خيارات أخرى إنه ممكن قلت لك تأخذ عضلة من الظهر حتى كمؤقتة تشوف الشكل الجمالي. إذا ممكن تأخذ عضلة من الظهر، ممكن تأخذ العضلة وجلد من الظهر. في تفاصيل كثير في الموضوع، وفي يعني كل واحدة يعني هي مو حل واحد ينفع لكل الناس. أوكي، كل واحدة كل شخص طبعا كل حالة بالها دراسة وتشوف مثلا في ناس مستعدين لنتيجة أجمل تقعد في عملية 4 ساعات. في واحدة تبغى لا أنا ما أبغى عملية إلا نص ساعة، ساعد عندك ساعدني ولا ما أبغى. فهذه لازم نلاقي لها حل، وهذه لازم نلاقي لها حل. صحيح. والحمد لله في حلول للجميع. في حلول للجميع طبعا. احنا نشكرك على هذا، يعني حضرتك وغيرك وكل الدكاترة اللي ممكن يسعون الراحة المريض، وأنه ممكن يعطون يعني خيارات أكثر ومتعددة على أساس أنه يظل المريض دائما تحت رعاية. أهم شيء أنهم يعرفوا أنه جراحة التجميل مو بس على قولك أنه مثلا لا ينفخ خدود وشفايف ويحط بوتوكس. طبعا. لا، في أشياء كثير الحقيقة نقدر نفيد فيها الناس في حياتهم اليومية. صحيح. ونرجع يعني أشياء كثير فقدوها. والجراحات الترميمية تعتبر من أهم الجراحات، لأنها هي تحسن من نفسية المريض فما بعد الجراحة. يعني كثير يعانون أنه خلاص يعتبر أنه انتهى، صوابع ممكن طارت أو الأذن أو العين أو في تشوهات خلقية، فبعد العلاج يعني أكيد حيأثر على نفسيته بشكل جدا كبير. جدا. طيب دكتور، بالنسبة هل هناك خيارات بالنسبة لما هو تاريخ جراحات التجميل الترميمية؟ يعني منذ مبطي على قولهم من زمان. زمان كانوا هتلاقي في الأشياء الفرعونية في الآثار الفرعونية استخدموا أنف من الذهب، حطوا سن من الذهب. صحيح. العلماء الهنود والحضارة الهندية زمان كانوا يستخدموا جلدة الجبهة لترميم برضو الأنف. يعني هي جراحة قديمة مرة، وتم تطويرها مع التطور فيها. عشان كده في الأماكن اللي هي ما فيها مستشفيات متقدمة مثلا، أحيانا تروح بعض الدول الفقيرة يعني في عمليات تتسوى حتى لو ما في أجهزة، لكن مو معناته إنه الجراح ما يقدر يفيد هذا. لو نرجع على قولك للتاريخ القديم من قبل الميلاد هم بيسووا العمليات هذه، فما زال دائما في جراحات تقدر تتسوى حتى في أقل الإمكانيات. أحيانا الجراح بس يبغى ممكن مخدر ومشرط ويقدر يسوي الأشياء الثانية. صحيح. بالنسبة لجراحات ترميم الصدر، كم المدة أو إيش الأعراض؟ أول شيء الأعراض الجانبية اللي ممكن تتعرض لها المريضة أثناء وبعد العملية. مو شيء محدد، عرفتي؟ مو يعني حسب نوع العملية. في قلت لك في عملية مثلا تأخذ 6 ساعات غير العملية تأخذ 60 دقيقة. التهابات دائما أحد ممكن معرض لها، أي شيء، أي جسم، أي جسم غريب ينحط جوا الجسم دائما يكون معرض للالتهابات. أنا كجراح تجميل أنا أفضل أستخدم الأشياء إلا من جسم الإنسان نفسه. زي ما قلت لك نأخذ مثلا من البطن، نأخذ من الظهر، نأخذ من الفخذ. في أشياء كثير نقدر نأخذها ونرمم بها مثلا الثدي. لكن لو المريضة ما حبت الأشياء هذه وتبغى عملية صغيرة، ممكن قلت لك نحط الأشياء اللي هي الصناعية زي السيليكون وتنحط عمليتها سريعة. أحيانا الجلد حق منطقة الثدي يكون أقل من الجهة اللي جنبه، فما يستحمل أنك تحطي مثلا حشوة السيليكون في نفس الوقت. ف
فنقدر نحط زي بالون ينفخه بعدين نحطها. ففي اختيارات كثير. أوكي، نستأذنك دكتور، نستأذن أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود مرة أخرى. وعودة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، وعودة الدكتور وائل. أهلا وسهلا بك. أهلا دكتور، حياك الله. الله يحييك دكتور. في باقي جزئية ما تكلمنا عنها وهي الحروق أو تعرض بعض الأطفال أو الكبار. والله الله يشفي الجميع ويبعد الجميع عنها. أيه؟ هذه من الأشياء الحقيقة متعبة. كيف تتم عملية ترميم الحروق بالذات، وشنو مستويات الحروق اللي ممكن يتعرض لها المريض؟ الحروق طبعا معروف، درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة على حسب عمق الحرق. تمام. الدرجة الأولى والثانية هذه الأخطر. لا، الأولى والثانية هذه اللي ما تحتاج تدخل جراحي. الثانية العميقة يسموها الثانية العميقة، والثالثة والرابعة هذه اللي تحتاج تدخل جراحي. أول شيء الحروق من الأشياء يعني اللي يكتبها الله على الإنسان، والحقيقة من الأشياء اللي تأثر على نفسية الشخص والناس اللي حوله. تتراوح الحروق من حروق بسيطة إلى حروق كبيرة. كجراحين تجميل أو كأطباء، أول شيء يهمنا حياة المصاب. أهم شيء نضمن إنه المصاب يعني في، لأنه الحروق يصاحبها أشياء ثانية مثلا استنشاق غاز، إصابات ثانية يعني ممكن لا سمح الله واحد مثلا طاح وانحرق انكسر مثلا في شيء، يعني ممكن تتأكدون من الداخل قبل الخارج. السيناريوهات اللي تجي أيوه. فيها الحروق مختلفة كثير. حروق الأطفال غير حروق الكبار غير المتوسطين العمر. دائما اللي هم في أطراف العمر الأطفال وكبار السن تأثير الحرق عليهم أقوى مثلا من الشباب اللي يعني بنيتهم قوية. الجلد إذا انحرق صعب إنه يرجع طبيعي كسابقه. أوكي. وظيفتنا كجراحين تجميل أول شيء نحافظ على الوظيفة. وظيفة الجلد أول شيء إنه يمنع تبخر السوائل من جسم الإنسان، ويمنع صحيح. طبعا دخول البكتيريا ويحافظ على شكل الجسم. هذه الأشياء اللي لما يعني نسوي جراحات الحروق اللي نركز فيها. أول شيء لازم نمنع الأشياء اللي هي الغلاف حق الإنسان، فنحاول نغطيه. نحافظ على درجة حرارته عشان ما يتم تبخر السوائل. أيوة. نحافظ على درجة حرارته، نعوض السوائل، نتأكد أن الدورة الدموية كويسة، ونتأكد كمان أنه ما يصير فيه التهابات من المساحات المكشوفة. أيوة. بعدين المرحلة اللي بعدها نحاول نعوض الجلد اللي راح. نقدر ناخذ شرائح من نفس جسم الإنسان. أوكي. وناخذ شرائح نحيفة جدا بحيث أنه المنطقة اللي تشال منها يرجع يبني الجلد فيها. أيوة. ونغطي بها المناطق اللي اختفى منها الجلد. هذه تتسوى في خلال الأيام الأولى بعد الإصابة. هذه نتيجتها جماليا قد لا تكون أفضل شيء، لكن وقتها إحنا قلت لك إحنا نفكر أول شيء في حياة المصاب. أيوة. وبعدين في الوظيفة. نجي بعدين المشاكل اللي تصير على المدى البعيد. الحروق تيجي لا سمح الله أحيانا في بعض المفاصل. في منطقة الوجه، عند ما حول الفم، عند العيون. أيوه. مناطق مهمة في جسم الإنسان. أي شيء ينحرق عنده قابلية إنه يصغر. أيوه. أوكي. فلما تصير المفاصل تصير يعني مسكوكة. أوكي. هذه ممكن تكون في اليد، ممكن تكون في المرفق، ممكن تكون في الكتف، عند الفم، في الرقبة. فإذا الجراح ما لاحظها، ولا إن في ناس يكونوا في مناطق ما عندهم جراحين تجميل، فتلاقي خلاص مفاصلهم مسكوكة فترة طويلة. فهذه صعب إنك ترجعيها. عشان كده تحتاج طبيب مختص ولا جراح مختص يفهم في الأشياء هذه. ويحاول يعني أول شيء يمنعها. أيوة. وثاني شيء إذا حصلت ولسه في عدة طرق ممكن نسويها. طبعا نفس جراحة الترميم اللي هي في الثدي ولا عند الأطفال. في خيارات مرة كثير. إحنا عندنا شيء يسموه سلم الترميم. نحاول. أيوة. نبدأ من أقل شيء وأسهل شيء. أيوة. إلى أن نضطر بعدين في النهاية نروح لل. أيوة. يعني العمليات المعقدة اللي هي العمليات المجهرية. أيوة. إيش أخطر أنواع الحروق اللي يتعرض لها؟ يعني في عدة، في بالنار، في بالبخار، في بالموية الحارة.
يعني كله مو كويس والله. في شوفي الحروق، في حروق اللي هي حراريه، في حروق كيميائيه أي. اوكي، وفي حروق كهربائيه. ايوه هذه هي يعني الحروق الرئيسيه اللي ممكن يصاب بها الواحد. وفي الفروست بايت اللي هي التجمد اللي احنا كمان نعملها كمان زي الحرق. ايوه اوكي. ف قلت لك في ناس مثلا اللي يصاب بحرق كهربائي اوكي، مثلا مسك كان حافي وداعس على شيء وماسك شيء، فالتيار الكهربائي يمشي في الجسم كله في الجسم. من محل دخول الكهرباء الى محل خروج عشان ياخذ دورة الاشياء يعني. هذه ممكن تلاقي الجسم من برا ما انحرق ولا الجلد مو كله بس لكن العضلات مثلا انحرقت من جوا ولا الاوعيه الدمويه. هل يعتبر هذا من اخطرهم، من اخطر انواع الحروق ولا ما تشوفي؟ ما تقدر تقارني مثلا واحد مثلا عنده حريق بالنار مثلا 80% ولا 80%. الحقيقه كلها خطيره وكلها لازم التوجه على المستشفى في اسرع وقت، وبعدين الدكتور هو اللي يقيم الحاله ويشرح ايش منها. يعني في لما واحد لا سمح الله ينحرق يروح المستشفى صحيح. اوكي طيب في المستشفى هل حيقعد في الطوارئ ولا حيقعد في الغرف المرضى العاديه ولا يخش العناية المركزة ولا يخش قسم الحروق؟ في كرايتيريا ولا في أشياء زي لستة إذا مثلا المريض اتحرق بنسبة كذا، إذا كان عمره كذا، إذا كان كذا 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 تحدد فين 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 يتجه. أيوه. الحالات الصعبة اللي هي اللي تخش قسم الحروق. العناية في قسم الحروق تكون عناية مختصة جدا جدا جدا. أيوه. في الرياضة وفي السعودية في عدة في كم مستشفى عندها مستشفيات متخصصة للحروق. فيها يعني فريق كامل يكون أطباء أو جراحين تجميل، أطباء تخدير مخصصين للأشياء هذه. أيوه. علاج طبيعي، والعلاج الطبيعي مهم جدا في مسألة الحروق. وحتى الممرضين والممرضات الله يجزاهم خير برضو هذول في قسم أيوه. الحروق، لأنه من الأقسام الصعبة ويكون مختصين جدا في الشيء هذا بالنسبة للمريض. طيب إيش يعني أكثر شيء ممكن يتأثر فيه المريض؟ حرق الوجه، يعني أعتقد أنه هو من الأمور اللي ممكن تأثر نفسيا مع المريض. هل يعني إلى الآن في عمليات ترميم الوجه وعطت نتيجة مرضية؟ شوفي الآن وصلنا إلى زراعة وجه أوكي، وتعملت كم يعني كم مرة الآن، يمكن في عدة حالات تسوت يعني خارج السعودية، تسوت في أمريكا وفي في كندا وفي فرنسا تسوت. هذول اللي يكون وجههم تقريبا خلاص يعني ما في وجه يعني راح كله كان بسبب حرق لا سمح الله أو إصابة حادث أو سرطان. صحيح. فهذه صار يعني وصلنا للمرحلة هذه إنه يتشال وجه من أحد المتوفين ويتزرع لشخص حي. لما تشيل الوجه طبعا يتشال حسب دحين تروح التفاصيل، هل في عضلات معها ما في عضلات، هل هيتحرك الوجه ما يتحرك الوجه حسب حالة الوجه كمان المستقبل، إيش في عروق إيش في أعصاب، هذه كلها تفاصيل. الهدف منها إيش؟ الهدف منها مو بس إنه يكون في وجه. هذول اللي وصلوا للمرحلة هذه تلاقي عندهم الكلام صعب والأكل صعب. صحيح. التنفس صعب والنظر صعب. اوكي وتلاقي الفم لو تدوري في النت، وما انصحك لان الصور مو مره حلوه، لو تدوري في النت حتلاقي الفم ما في، الانف ما في، وممكن العينين ما في، ما تعرف كيف الانسان هذا عايش. فهذه مهما سوينا له نحاول عمليات ترميم صعبه وبس في عمليات تتسوي. عشان كذا وصلوا لمرحله زراعه الوجه، انه ياخذوا وجه انسان اخر ويزرعوه في طيب في حاله اخذ من المتوفي او هذا المتوفي تبرع قبل لا يموت انه ياخذ الوجه، هل ياخذوه مباشره بعد الوفاه مباشره ولا يكون في بعضهم يكونوا متوفين دماغيا وفي بعضهم ياخذوه بعد الوفاه مباشره عشان الانسجه تكون لسه في حاله يعني؟ طبعا في يعني هو البروسيس حقها طويل زي زراعه اي شيء في الجسم، زي زراعه الكلى، زراعه الكبد، زراعه القرنيه، في لها اجراءات طويله. احنا في السعوديه لسه ما وصلنا للمرحله هذه، واللي هي اصلا الجراحات المتقدمه زي كذا لازم يكون في سنتر ولا اثنين في العالم كله هو يسوي الحالات اكثر شيء عشان اجادتها بعدين. صحيح. بعد فتره طويله حتلاقيها انتشرت. بس حاليا يمكن مركزين ثلاثه اللي في الكره الارضيه اللي تسوي الحالات هذه. طيب وذا جزئيه من الوجه فقط، يعني ما نتكلم عن زراعه الوجه بشكل كامل، جزئيه فقط الخدود او كل شيء؟ انا اقول لك صراحه كل شيء هل موجود يعني في السعوديه حاليا؟ اي موجودين الحمد لله، يا كثر احنا الجراحين التجميل ان شاء الله، والجميع
ما شاء الله تبارك الله فيهم الكفاءة إنهم يسووها. أيه. في ناس مختصين لترميم الوجه، في ناس مختصين لترميم الثدي. في سرطانات تجي في الوجه من أيه من من الدخان، تاخذ جزء كبير من الدخان. أيه. في من العمليات اللي للأسف إنها تصير كثير عندنا اللي يسموها الكوماندو، هذه تجي للأسف برضو عند المدخنين. أيه. اللي هو أورام أو سرطانات سقف موسى اللسان وما حوله مثلا. أيوة. الفلور اوف ذا ماوث. اوكي، هذه الجراح الانف والحنجره يضطر يشيل مثلا اللسان كامل. ويشيل صحيح. انا جزء شفت حاله ويشيل جزء من الفك ويشيل الجلد اللي حوله. فوقتها هذه لازم يصير الترميم في نفس الوقت. لازم نشيل عظمه مثلا من الحوض ولا من الساق ولا من اليد مع الأنسجة اللي حولها عشان نقفل الفراغات اللي تمت. أيه. عشان كده في ترميم فوري وفي ترميم متأخر. أيه. الفوري فوري يعني أنه لازم، ما تقدر تترك المريض ومثلا نص فكه مو موجود ولا جلد ولا لسان ولا سق ولا يعني ولا شيء، فلازم يسووا له شيء عشان يمشي الحال. صحيح دكتور. طيب عملية الشفاء بالنسبة للبالغين وبالنسبة للأطفال، مين الأسرع فيهم بالنسبة للعمليات الترميم بشكل عام؟ الشفاء من عند ربنا، احنا ما طبعا اكيد كثير. في الأول وفي الآخر، لكن في أشياء تساعد صحة الإنسان. عشان كذا يعني الإنسان لازم دائما يحافظ على صحته. من الأشياء اللي ضايقنا كثير مثلا التدخين. أي. التدخين يقلل نسبة نجاح التئام الجروح وبالتالي التئام أي شيء ثاني في الجسم. صحيح. اللي عندهم سكر قد تعامليهم معاملة الناس الطبيعيين، حتى لو عنده سكر 20 سنة ولكنه محافظ على سكره تقدر تعامليه تقريبا معاملة الإنسان الطبيعي. أي الطبيعي. لكن في حالة المحافظة على نسبة السكر. اللي عنده سكر ومو محافظ على مثلا نسبة السكر في جسمه، نسبة الالتئام مثلا تكون أقل، أقل. نسبة الالتهابات تكون أكثر. تكون أكثر. صحيح. إلا في مثلا الأطفال الصغار مرة ولا الكبار مرة في العمر. أوكي. إلا صحتهم تكون ضعيفة برضو ممكن ما يقدر، صعب عليه تخليه يستحمل عملية 6 ساعات ولا 10 ساعات. صحيح. إحنا أحيانا تشوفي مثلا تشوفي الدكتور الربيع لما يسوي عمليات فصل التوائم، في عمليات تسير 12 ساعة و 14 ساعة و 16 ساعة. صحيح. أتقدم العلم. أوكي. لكن برضو جسم الإنسان لازم يساعدنا في بعض الأشياء. الكبار في السن والصغار في السن قد يكونوا أضعف من غيرهم شوية في تحمل، لكن برضو هم بيستحملوا ما شاء الله. أيه ما شاء الله. نشكرك دكتور وائل على هذه المعلومات. الشكر ليك والله وللقناة، يعني أتمنى ما أكون يعني اني كنت بالعكس ضيف يعني ثقيل عليكم. بالعكس استفدنا وايد من هذه المعلومات، واتمنى يعني الكل يستفاد منها. دكتور وائل استشاري جراحات التجميل والترميم، شكرا اعزائي المشاهدين، وانتظرونا في حلقه ثانيه جزء ثاني لاستكمال بعض المعلومات مع جراحات التجميل.